ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده ناخد نمبر 1 من كتاب المعاصر في كيجي 1. يلا بينا ناخد نمبر 1. بصوا البنوتة دي بتصطاد، واو. تعالوا نشوف بتصطاد ايه. بتصطاد نمبر 2، والبحر مليان نمبرز وشيبس. تعالوا نشوف نمبر 1. الارنوب بيقول لنا نمبر 1 بيتكتب كده، تعالوا نشوف. وبنعده على صباعنا بصباع واحد بس، صباع واحد بس، يعني الصباع ده كده يبقى 1. تعالوا نشوف، وكمان بيبقى عبارة عن نقطة واحدة. هنا بيقول لي circle the group of 1، يعني أي جروب فيه 1 بس، مش عايز أكتر من كده. هنعمل دايرة على الجزراية الواحدة عشان هي 1 لوحدها. نعمل على دي؟ لأ. نعمل على دي؟ لأ، علشان دي 3 carrots. تعالوا نشوف كمان، هنا بيقول لي color 1 orange، 1 بس. يبقى هنجيب الأورنج نلونها باللون الأورنج، و نلونها علشان هو عايز أورنج واحدة بس. يلا بينا. ونلون على السطر، ما نطلعش بره الرسمة. هو عايز كام أورنج؟ واحدة بس، ويلونها باللون الأورنج. تمام، تعالوا هنا هننقط بس نقط خفيفة خالص زي ما هو كان منقط كده عشان تبان ان هي أورنج. تعالوا كمان نلون فرع الشجرة بالأخضر. تمام، طب يلا بينا نشوف. هنا عايز color 1 apple باللون الايه؟ باللون الريد. يلا بينا نلون الابل، ما نطلعش بره الخط. وتعالوا نلون فرع الشجرة بالجرين بالأخضر. احنا بنلاقيها كده فيها فرع شجرة لونه أخضر، كده بقت تفاحة جميلة. تعالوا نشوف، هنا عايز نلون موزة واحدة باليلو. تعالوا نطلع اللون اليلو. الكتاب نازل معاه كولرز، صح يا كيجي؟ تعالوا نشوف الايه، البنانة. دي البنانة باللون اليلو، واو بقت جميلة خالص، ما نطلعش بره الخط. تعالوا بيقول لنا نلون الووتر ميلون او البطيخة باللون الاخضر. تعالوا، هو عايز برضو بطيخة واحدة بس، نلونها بده. وما نطلعش بره الرسمة. حلوة خالص، وفي شكلها أمور زي حبايبي اللي بيتفرجوا عليا. تعالوا كده نزوقها شوية ونخليها فاتح وغامق شوية زي البطيخة الحقيقية. هو كله أخضر وهو عايزه جرين، فيبقى تلويننا شكله جميل ورسمتنا شكلها بطيخة حقيقية. هذا مهلنا خالص، منطلعش بره الرسمة.
بقى. البطيخة بقى شكلها جميل خالص. هنكتفي النهاردة بنمبر 1، والمرة الجاية الفيديو الجاي هناخد نمبر 2. باي باي، استنوني الحلقة الجاية. باي باي، اعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات وكل النمبرز. باي باي.